فالبيت افتتح في 98 في منطقة أثرية جنب الأزهر. البيت نفسه يعني شكل البيت والبناء والمعمار يعطيك روح، يعني بتحس بأنك كأنك في العصر الأموي ولا العباسي، يعني عنده علاقة بالعود. عنده علاقة نعم بالروح. بعدين يعني في خلال 10 سنين يعني قدر يخرج مجموعة كبيرة من الطلبة اللي هم أغلبهم الآن هم يعتبروا الآن أساتذة في بيت العود في مصر، وفي بيوت العود الأخرى الفروع اللي فتحت في مكانات أخرى زي بيت العود في الجزائر، وبيت العود في تونس، وبيت العود في أبو ظبي، وبيت العود في إسبانيا. ونحن عندنا أمل كبير جدا أنه قريبا يكون في بيت العود العربي في الخرطوم. نعم إن شاء الله. طيب نحن دكتور سيف كده ورينا العود بهذا الشكل، هذه الآلة العود، متى دخلت السودان؟ شكرا جزيلا. طبعا هسه دي نقلة كبيرة جدا، يعني من نصير شمة إلى العود للسودان.